ساعدت السفيرة هيلدا كليبزدال السفيرة النرويجية لدى القاهرة، شكرا جزيلا لوجودك بقناة إكسترا نيوز. نود بداية تناول تاريخ العلاقات المصرية النرويجية التي تعود إلى القرن 13، ماذا بشأن هذا التاريخ من التعاون؟ في البداية شكرا جزيلا على استضافتي. لقد علمت مؤخرا أن ملك النرويج في عام 1200 أرسل سفير إلى مصر في عام 1250-1240 تقريبا، وحمل معه بعض الهدايا منها صقر مدرب، فهذا يعد تاريخ طويل رائع بين البلدين، ربما كان يستخدم في أوقات الحروب. ليس لدينا هذه العادة، فكان الأمر مثيرا للدهشة. حسنا، تتسم العلاقات السياسية بين مصر والنرويج بالاستقرار والتميز. في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية، تترأس النرويج الآن لجنة المساعدات الدولية المؤقتة الموجهة للفلسطينيين. هل يمكنكم إخبارنا المزيد بشأن طبيعة وحجم التعاون بين القاهرة وأوسلو بشأن القضية الفلسطينية؟ لدينا تواصل عن قرب مع الحكومة المصرية من أجل القضية الفلسطينية، ونحن نشارك نفس الأهداف وأيضا نفس المساعي دولتين، والأمر الذي يبدو أنه يبعد أكثر وأكثر بشكل مؤسف بسبب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. نحن هناك في وحيث أدانا كلا وزيري الخارجية كافة الأعمال، ونحن نؤكد على وجهات النظر المصرية والجهود المصرية لإيجاد حل لهذه الأزمة، ونحن أشدنا في عدة مرات بالدور المصري في القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بين الطرفين، ولدينا تعاون وتشاور عن قرب مع مصر، وسوف ألتقي مع وزير الخارجية المصري مرة أخرى لتناول آخر التطورات. فمع مصر نحن نشارك الكثير من الرؤى والأهداف، ونحن نحاول استمرار المشاورات في ظل هذه الظروف العصيبة، ونحن نعلم ونحن على دراية بأهمية الدور المصري. إن الهدف الرئيسي من هذه اللجنة هو بناء الأسس ووضع الأسس للقضية الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية التي أصبحت تعاني. نحن من كبرى المانحين إلى السلطة الفلسطينية، ومن خلال مصر أيضا هناك الكثير من التعاون التي لديها دور بناء في دعم الفلسطينيين. نحن نحاول تيسير كافة الصعوبات مع مصر، ومن خلال التطورات الأخيرة والإجراءات من جانب إسرائيل والحكومة فيما يتعلق بالمستوطنات، الأمر يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم. ما وجهة نظرك تجاه الخبرة المصرية في تحقيق قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين؟ حسنا، أعتقد بالنظر إلى الشرق الأوسط هناك كثير من الإيجابية، ونحن سعيدين بكافة التوافقية بين كافة الأديان في الشرق الأوسط، والأمر مفعم بالإيجابية، ونحن أيضا نشيد بكافة الأعمال التي نفذت في مجال حقوق المرأة ودعم إرادة المرأة ودعم حقوقها. هذا أمر أيضا رائع، وهو يكون على أولويات السياسة النرويجية. بالنسبة للنرويج، نحن نحاول أن نضمن أن كافة المواطنين لديهم الضروريات مثل التعليم والمعرفة والمطالبة بحقوقهم وتنفيذ مهامهم في بلاد الديمقراطية تتسم بالديمقراطية. نحن نستثمر الكثير في جودة التعليم، وكذلك نحاول دعم كافة المواطنين في البلاد، حيث لدينا هنا الكثير من الموارد، ومن المهم أيضا أن يكون لدينا مواطنين يمكنهم المشاركة بشكل بناء وفعال في الحوار البناء.